اهلا بيكم في قناة اكلة ترندي. النهاردة هنعمل لكم لانشون بطريقة سهلة جدا وطعمه لذيذ، ومش هتحتاري هتعملي سندوتشات ايه في المدرسة. شايفين شكله حلو ازاي وطريقته سهلة جدا. هنحتاج كيلو من صدور الفراخ، هنبدأ نضربهم في الكبة. انا في اللانشون ده مش مستخدمه اي مواد صناعيه ولا اي الوان، كل حاجه طبيعيه عشان تبقي ضامنه الحاجه اللي عاملاها لاولادك معموله في البيت وصحيه. معلقتين صغيرين من الفلفل الاسود، معلقه كبيره من الملح، معلقه كبيره من الريحان المجفف، ومعلقه مستردة، ومعلقه صغيره من الثوم الباودر. وهنضرب ده كله مع بعض بحيث يختلط مع الفراخ. نضرب ضربة كويسة عشان يبقى ناعم. شايفين قوامه حلو جدا، مش محتاج اي حاجة. انا هنا مستخدمة كيس حراري، اللي معندوش ممكن يستخدم بلاستيك عادي، بس كيس حراري احسن عشان بيدخل الفرن. انا برش عليه بابريكا وريحان، ممكن نرش اي اعشاب احنا بنحبها. وهننزل بالخليط ده. شايفين طريقته سهلة ومش بتاخد وقت خالص، وبيطلع طعمه جميل جدا، وما تحتاجيش تشتري لانشو من بره. نفرده كويس كده بالسباتولا، وبعدين هنبدأ نلف. طبعا البلاستيك بيطلع أنعم من الورق الحراري، يعني لو عملنا الرول ده البلاستيك بتاع المطبخ، طبعا الراب اللي احنا بنلف بيه بيطلع أنعم، بس ده طبعا صحي أكتر لأنه معمول للحاجات السخنة اللي بتدخل الفرن. ده كيس حراري عادي وأنا فاتحاه، نبدأ نضغط عليه بالشكل ده بحيث نعمله اسطوانة. هنلفه كويس على شكل رول كده ونقفله من الجناب زي البونبونية كده. ونبدأ نلف كويس ونربطه عشان نحاول نطلع كل الهواء اللي فيه. هنلف من الناحية التانية نفس الطريقة. بعد ما قفلناه من الناحية التانية هنجيب ورق فويل ونلفه لفة كويسة. طبعا احنا عملنا انواع لانشو فراخ كتيرة في القناة، لو حضراتكم حابين تبصوا عليه انا هحط لكم الفيديو هنا، ممكن تدخلوا على الانواع التانية. هنلفه كويس، طبعا كل نوع بنكهة مختلفة وطريقة مختلفة. شوفوا ايه اللي حضراتكم تحبوه وجربوه. هنجيب حلة ونحطها على النار ونحط مية عليه بحيث توصل تقريبا لنصه، ما تغطوش خالص. نغطي الحلة ونسيبها على نار هادية، بتاخد حوالي ساعة ونص لحد ما يبدأ يستوي كده. اهم حاجة نسويه على نار هادية يعني المية ما تغليش طول الوقت. هنفتحه قدام حضراتكم وسخن شوية،
شايفين شكله حلو جدا، كأننا شاريين الرول من محل. هوريهولكم طبعا الأفضل اللي احنا نستنى لما يبرد قبل ما نقطعه. دلوقتي خلاص جاهز عندنا، هنجيب بس معلقة عسل مع معلقتين صويا صوص مع معلقة دبس رمان، ده طبعا هيديله الخليط ده هيديله لون حلو جدا زي ما حضراتكم شايفين انا بخلطه كويس. وبعدين هدهنه كده ويديله طعم جميل جدا. شايفين لونه بقى حلو، لسه كمان هيبقى حلو لما يدخل الفرن. هندهنه كويس من كل الجهات، هندخله الفرن على درجة حرارة 200. الصينية دي كده واحنا حاطين شوية مية تحت عشان ما ينشفش، بيقعد نص ساعة وبيطلع زي ما حضراتكم شايفين شكله، شكله تحفة وطعمه لذيذ جدا، صدقوني هتحبوه. هنبدأ نقطعه، شايفين شكله حلو ازاي، بس اهم حاجة نسيبه يبرد عشان يتقطع معاكم بمنتهى السهولة. ما تنسوش تشتركوا في القناة، اشوفكم في اكلة جديدة، مع السلامة.